هلا رح نروح لمساحة أخرى ضمن رحلتنا الصباحية ورح نحكي عن أهمية اللعب عند الأطفال. بنعرف قديش اللعب هو مساحة للتسلية والترفيه لكل الأطفال، لكن كمان له أهميات في تنمية وتطوير مهارات الأطفال. خلونا نتعرف عليها بالتقرير التالي. يعتبر اللعب وسيطا تربويا يعمل بدرجة كبيرة على تشكيل شخصية الطفل بأبعادها المختلفة، وقد أثبتت الدراسات التربوية القيمة الكبيرة للعب في اكتساب المعرفة وتطوير مهارات التواصل عند الطفل إذا ما أحسن استغلالها وتنظيمها. ويسهم اللعب بصورة فعالة بتنمية الجانب العقلي للطفل، نمو قدرته على الكلام الذي يتعلمه من والديه وأقرانه، تنشيط ذاكرة الطفل واكتساب القدرة على التخيل. طبعا نور، مثل ما تابعنا بعض المعلومات عن أهمية طبعا اللعب عند الأطفال، و خلينا نتعرف أكثر على استراتيجية التعلم من خلال اللعب عند الأطفال وأهميتها وفوائدها. رح نتعليها مع ضيفتنا بالاستوديو الأستاذة دينا حميشي، مديرة روضة أطفال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا رب يسعد صباحكم، رمضان كريم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. نحن بنعرف قديش اللعب مهم للأطفال وبيعطيهم مساحة كبيرة من التسلية والترفيه، بس خلينا نحكي عن استراتيجية التعلم باللعب، شو مهمة؟ هي الاستراتيجية تعتبر من أهم الاستراتيجيات التعليم الحديث، هي جزء من منهج مونتيسوري. صراحة حققت نجاح كبير مع الطفل، لأنه قدرنا بطريقة معينة نوصل المعلومة للطفل بطريقة كتير كتير بسيطة وكتير كتير حلوة، وقدرنا ننمي له مهاراته الإبداعية وقدراته العقلية بشكل أكبر بعيدا عن التحفيز والتلقين. طيب كنا عم نتابع وهلأ عم نشوف ونحن عم نحكي مع حضرتك بعض المشاهد للأطفال وهن عم يلعبوا. خلينا نقول إنه في استراتيجية بتتبوى من خلال الأعمار، من خلال نوعية الألعاب أيضا، نحكي عنها أكثر. يعني اليوم الألعاب تتناسب مع الأطفال ولا لا؟ أنا مثلا في سن معين لازم هاي الألعاب معينة بتحفز عندهم التفكير، ألعاب ثانية لأعمار أكثر، نشرح شوي الاستراتيجية. تماماً. هلا نحن الألعاب عنا ألعاب حركية، عنا ألعاب بدنية، عنا ألعاب استكشافية، ألعاب لغوية، كل مرحلة إلى ألعاب الخاصة. هلا أنا ما كتير بفضل الألعاب الجاهزة، دائماً بحب الألعاب المبتكرة، إنه نحن حسب وضع الطفل سلوك الطفل ممكن نبتكر اللعبة. عنا الطفل الصامت اللي هو بيراقب من دون أي شيء، بس بنفس الوقت تفكيره جاهز عم ياخذ المعلومه بطريقه صح، والطفل الحركي اللي هو طول عم يتحرك، هذا حصرا احنا ما بصير نقول له اقعد شوف شو عم نعمل، هو لازم يشوف اللعبه وهو عم يتحرك بياخذ المعلومه بطريقه اسرع. يمكن يعني كل لعبه حسب، نحن بنعرف في طفل حسي في طفل بصري، اللعبه بتنمي مهاراتهم حسب الطفل شو هو، حسب الاعمار وحسب السلوك. تمام. طب خلينا نحكي قديش هم فعليا اليوم التعلم باللعب لتنميه هي المهارات، يعني الى كثير نحن عم نشوف بعض المشاهد عبر الشاشه فيديوهات كيف عم تنطط طريقه اللعب والتعلم من خلال اللعب، قديش مهمه في تنميه وتطوير مهارات الطفل؟ يعني احنا بنعرف اليوم مناهجنا عم تتجه نحو هيدا الموضوع، لانه قبل عم نشوف في مباشره وتلقين وحفظ بالتعليم دون فهم، هون لا، الاعتماد على الفهم على تحريك، يمكن فينا نقول كل هي التفاصيل عند الطفل. تماما. هلا هي اول شغله وبعتبرها انا اهم فائده بتعلمه النظام، الالتزام بالانظمه. يعني احنا المس لما اللي بتدخل وجايبه مع الادوات وبدها تعمل لعبه، فهي بتشرح قواعد اللعبه، انظمه اللعبه، بهذا الوقت هو خلص مضطر يلتزم بالانظمه ليوصل دوره ويلعب بهي اللعبه. هي اول شغله بتنمي عنده روح الجماعه والانتماء للجماعه، هو ما عاد بيحب يلعب لحاله، بيحب يلعب مع الجماعه، هيك بيقدر يكتسب سلوكيات الاطفال كلياتها. يعني اذا هو عنده شيء نقص باي جهه معينه بياخذها من زميله. تنمي عنده الخيال، هو لما عم يشوف زميله عم يلعب هو بصير بيتخيل حاله انه انا هلا بدي اقوم اعمل هيك ساوي هيك ساوي، بفكر، فبحس انه خلص انا بوصل للي انا بدي اياه، اللي انا راضي عنه. طيب استاذه دينا، يعني مثل ما حكيتي حضرتك هي بتفرق بين مراحل عمريه ومراحل عمريه اخرى وانواع الالعاب، خلينا نبلش نحكي اكثر كل مرحله
شو الالعاب اللي بتناسبها من خلال تجربتكم على ارض الواقع مع الاطفال؟ تماما. هلا نحن بنهج مونتيسوري هو من عمر اليوم بيبدا التعلم عن طريق اللعب. بدنا نحط شغله انه التعلم، شو المقصود بالتعلم؟ هو مو اللغات، مو الخبرات الرياضيه، تعلم كل سلوكيات الحياه، كل المفاهيم. فنحن من عمر اليوم، الولد اول ما بيخلق من عمر يوم لعمر 18 شهر بتكون العاب حسيه، وبدنا ننمي له حواسه. ما بين من عمر 18 شهر لعمر 7 سنين بدنا نبلش ننمي له قدراته العقليه والحركيه. تماما. فكل طفل يعني كل مرحله الى وقتها والى العابها. بنبلش مثلا نحن كاطفال الروضه عنا، نحن بالبدايه بنمشي رحله الحياه الحسيه. دائما نحن بنحاول ننمي له حواسه، حاسه اللمس، حاسه الشم، حاسه النظر، بطريقه يميز الالوان عن بعضها، يميز الروائح عن بعضها، الملمس خشن ناعم، مثل العاب الاكتشاف ممكن نحن نحط بصندوق قطعه خشنه، قطعه ناعم، صوف، ويمد ايده هو بده يكتشف هي شو. فبهي الحالة نحن نمينا له الحواس عنده. بعد فترة بنبلش ننمي له اللغة، نشتغل على موضوع اللغة، وشوي شوي بينطلقوا أطفالنا الحلوين. طيب خلينا نحكي عن عملية التشاركية بين فينا نقول الروضة والأهل. يعني لما نقول أنا التعلم عن طريق اللعب مو فقط هي بتخلص عن هون باب الروضة، لا، لازم يكون في عملية استكمالية من خلال اللعب حتى بالبيت. فخلينا نعرف دور الأهل قديش مهم اليوم أصلا بهي الجزئية. بصراحة دور الأهل مهم أكثر من دورنا، لأنه نحن هلأ هيك بآخر فترة لقينا أنه كثير الأهل عم يتجهوا لموضوع الموبايل والشاشات. صحيح. يعني لحتى ألهي ابني وخلص شغلي عم أعطي الموبايل، بس هذا عم يعمل عنا كثير مشاكل نفسية. فلهيك أنا بفضل أنه دائما الأهل يختاروا الألعاب المفيدة لأولادهم، مثل الألعاب المهن، الألعاب الليجو، كثير بعتبرها لعبة مفيدة للطفل. طيب كمان اليوم مو بس اختيار اللعبة، كمان طريقة متابعة هذا النظام أو هاي الاستراتيجية ليكون في تكامل بين دور الأهل بالبيت ودور المدرسة أو الروضة. تمام. اليوم أنتوا أكيد على صلة أكيد مع الأهل، بتشوفوا التطور الأطفال، يمكن يكون في طفل بقلب الصف مختلف إدراكه وطريقة تعلمه عن أطفال آخرين. خلينا نحكي شوي هيك عن التفاصيل اللي بتشتغلوا فيها مع العائلة والأطفال. هلأ نحن بشكل دائم في تواصل بيننا وبين الأهل لأي حالة طارئة. يعني أنا كثير أحياناً يحكوا معي إنه ابني متغير، حالته النفسية مو كذا، إجا أخ جديد كثير مزعوج. فنحن عن طريق اللعب، عن طريق مسرح الدمى، ممكن نحكي قصة بتمثل شخصية هذا الطفل، بس لا باسمه، حتى إذا كان صبي بنحولها لبنت بتمثل شخصية هذا الطفل، ونحاول نساعد لحتى نوصل للشيء المطلوب دائماً. أكيد بدنا نشكرك بالختام على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي حكينا عنها دينا حمشة. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك ولوجودك معنا. شكرا كثير لكم، يعطيكم ألف عافية. أما هلأ نور لوين رح نروح؟ هلأ نروح لمحافظة اللاذقية لنتعرف على مش